السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل طقم اولادي مكون من 3 قطع، وهنشتغله على حلقات منفصلة. كل قطعة هنشتغلها في حلقة كده. الحلقة النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نعمل البنطلون، وعلى مدار الحلقتين الجايين هنشتغل البلوفر واللكلوك او البوت الصغير كده. من الباترونات الحلوة جدا والسهلة والبسيطة هنتعلمها مع بعض ونشرحها خطوة بخطوة وسطر بسطر. اتمنى انه الباترون يعجبكم تتابعوا الحلقات بتاعته على مدار الاسبوع. وقبل ما نشوف باترون النهاردة، خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مرة انه دايما على صندوق الوصف هتلاقي اللينك الرئيسي للقناة، ومن خلاله تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بالشكل ده كده، وهشتغل عليها بابرة رقم 4 ملليمتر. هحتاج لابرة التنظيف، المقص، اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل، وكمان لوحدة قياس بالسنتيمتر علشان نعرف ناخد القياس اللي هنشتغل عليه. علشان نعمل البنطلون لقياسات مختلفة هنحتاج لمحيط دوران الويست، فبالمزورة او اي وحدة قياس بالسنتيمتر كده بلف حوالين محيط دوران الويست. الرقم اللي بيطلع عندي على النهاية هو ده المفروض سلسلة البداية اللي ابتديها على الدور الاول. بس اخلي بالي اذا بنشتغل على الصوف بيبقى فيه مطة شوية، ممكن اقل قوي 2 سنتي او 3 سنتي ماكسيمم عن القياس الفعلي علشان القمر يبقى مظبوط معايا عند الاستخدام. اول خطوة هبتدي اعملها، هشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي، بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وبعد كده برتفع من مضاعفات العدد 2 على القياس اللي هشتغله. لو حابة تشتغلي نفس المقاس، انا هشتغل مقاس مواليد، يعني مقاس صغير من سن 0 لحد 3 شهور، وهنرتفع على المزورة ل 35 سنتيمتر. فهسحب من الخيط وعد 1 2 وابتدي اكرر 1 2 1 2، يعني من مضاعفات زوجية كده، ولحد ما اوصل على القياس اللي هشتغله. ارتفعت بالسلسلة على مضاعفات زوجية بالشكل ده كده لحد المقاس اللي هنشتغله. لما بنوصل لمقاسنا على المزورة بنبتدي ان احنا نتأكد انه السطر على اتجاه 1، وهروح على اول غرزة اشتغلتها بالشكل ده كده، وهقفل غرزة منزلقة، وبكده نبقى قفلنا سلسلة البداية اللي هي تعتبر القمر. هبتدي دلوقتي ارتفع بسلسلتين 1 2 وهعتبرهم بيحلوا محل اول غرزة، وهلف الخيط من تاني غرزة على طول، هدخل واسحب واشتغل نص عمود 3 حلقات وبطلع منهم مرة واحدة، وهكرر بلف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور، بدخل اشتغل نص عمود، وهكذا على مدار الدور كله والحد البداية بتاعتنا مرة تانية. بنشتغل غرزة نص عمود واحدة فوق كل غرزة هتقابلنا، والحد ما نوصل على البداية مرة تانية. غرزة واحدة فوق كل غرزة وصلت على النهاية. بعد اخر غرزة بالشكل ده كده هبتدي ان انا اقفل في سلسلتين الارتفاع اللي كانوا على البداية على السلسلة التانية، وهقفل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الراوند. على الدور اللي جاي هبتدي اشتغل غرزة البلاسي اللي هنكونها على القمر، وهرتفع بسلسلة واحدة، وعلى نفس المكان اللي قفلت فيه منزلقة نفس غرزة الارتفاع هنزل تحتها بشكل البريد الامامي من تحت الغرزة بالشكل ده كده، وهسحب الخيط وهشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي 2 حلقات وبطلع منها، ثم هرتفع سلسلتين، هعتبر انه الارتفاع اللي انا ارتفعته ده بريد امامي، تمام؟ وهبتدي على الدور كله اشتغل بريد امامي وبريد خلفي. الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغلها بريد خلفي، فهلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده، ومن ورا السطر بالشكل ده هسحب الغرزة للداخل، شايفين بدخل من قبلها وبخرج من بعدها، واسحبها للداخل واسحب الخيط، وهشتغل من غرزة العمود بلفة. معايا 3 حلقات هسحبهم المرة دي 2 في 2 بالشكل ده كده، وهكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة. في غرزة بنشتغلها بريد امامي وغرزة بنشتغلها بريد خلفي بالتسلسل كده، فهلف الخيط الغرزة اللي جاية هشتغلها بريد امامي من قدام السطر ومن تحت الغرزة كده، بنزل بالابرة وابتدي اسحب الخيط. معايا 3 حلقات هشتغلهم عمود عادي 2 في 2،
هلف الخيط، الغرزة اللي جاية بشتغلها بريد خلفي من ورا السطر وبسحب الغرزة للداخل، وهسحب الخيط واشتغل من نفس الغرزة حلقتين في حلقتين، وهكذا بقى على الدور كله بنفس الطريقة. غرزة بنشتغلها بريد امامي، واللي بعدها بنشتغلها بريد خلفي، وهكذا هكرر ولحد نهاية الدور. وصلنا على نهاية الدور بالشكل ده كده. نفس الدور ده هنفضل نرتفع منه لحد عرض القمر اللي احنا محتاجينه. كل مرة بنيجي على النهاية بعد اخر غرزة بالشكل ده بقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع. لو اذكركم الغرزة الاولى كانت غرزة بريد امامي بغرزة حشو ثم سلسلتين ارتفاع، فهاجي في السلسلة التانية اللي فوق كده وهقفل غرزة منزلقة. كل مرة باجي اعمل كده. طيب هعيد الدور مرة تانية، فبعمل ايه؟ بنزل تحت الغرزة اللي انا قفلت فيها منزلقة بشكل البريد الامامي وعيد نفس الحاجة. بعمل ايه؟ بسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها، ثم سلسلتين ارتفاع، وبعتبر ده كده اول بريد امامي. وابتدي اكرر وعيد الدور بقى مرة تانية. البريد الامامي بشتغله بريد امامي، والبريد الخلفي بشتغله بريد خلفي. فهلف الخيط، الغرزة اللي جاية خلفية، فهسحب من ورا السطر بالشكل كده ده الغرزة، وهسحب واشتغل من نفس العمود حلقتين في حلقتين، وهكرر الغرزة الامامية بشتغلها بريد امامي من قدام السطر بالشكل ده كده، والغرزة الخلفية من وراء الدور وبسحب الغرزة للداخل وهسحب العمود بتاعي، وهكذا هكرر على مدار الدور كله ولحد النهاية. وزي ما قلتلكم نفس السطر ده هنكرر ونعيد بنفس الطريقة لحد عرض القمر اللي انت محتاجاه. ارتفعت بغرزة البليسيه بالشكل اللي احنا شايفينه كده. اجمالي عدد السطور اللي اشتغلتها، انا اشتغلت 3 سطور من غرزة البليسيه وسطر عادي، يعني اجمالي عدد السطور هنا 4 سطور. بس اذا حابة لو بتشتغلي مقاسات اكبر ممكن اوي تعرضي القمر شوية. بتفضلي ترتفعي من نفس سطر البليسيه كده لحد العرض المناسب على القياس اللي بتشتغليه. انا طبعا بشتغل مقاس صغير والحجم ده بالنسبة لي مناسب. وهنا كده هتوقف، قفلت منزلقة على نهاية الدور. وبعد ما بنوصل للعرض اللي احنا عايزينه على القمر كده هنرتفع على بداية الدور اللي جاي بسلسلتين، هعتبرهم اول نص عمود، وهلف الخيط على الابرة وابتدي اشتغل على كل غرزة من الغرز اللي هتقابلني غرزة نص عمود. يعني على الغرزة الامامية هشتغل نص عمود، وعلى الغرزة الخلفية كمان هشتغل نص عمود، مش هفوت ولا غرزة، كل غرزة على الدور. وبدخل في حلقتين الغرزة بشكل سليم بالشكل ده كده، وبلف بالدور لحد النهاية. شايفين غرزة واحدة فوق كل غرزة بتقابلني، ونرجع على نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين، غرزة فوق كل غرزة، وهنا كده في النهاية على سلسلتين الارتفاع وبقفل غرزة منزلقة في السلسلة التانية، وكده نبقى نهينا الدور والراوند. الحقيقة ان الدور ده هو الدور التكرار الوحيد اللي هنكرره طول فترة السطور الجاية ولحد ما نوصل لمنطقة الحجر. فكل مرة بنيجي نقفل منزلقة بالشكل ده كده نرتفع سلسلتين بيحلوا محل اول غرزة، وهلف الخيط ومن تاني غرزة على طول، وفي حلقتين الغرزة بشكل مظبوط وسليم ببتدي اشتغل الغرزة بتاعتي اللي هي نص عمود 3 حلقات وبطلع منها. وبنفس الانتظام كده على كل غرزة غرزة واحدة ولحد نهاية الدور. وكل مرة برجع اقفل منزلقة وارتفع سلسلتين والف بالدور من جديد زي ما قلتلكوا كده منطقة الحجر بالكامل. ولو مش عارفة القياس ممكن تاخديه من على بنطلون يكون يعني مستخدم ليه للبنت او الولد اللي انت بتنفذي له البنطلون لنفس السن، وبترتفع لحد منطقة الحجر. انا هرتفع بالسطور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين كده جوه الدايرة المغلقة، وارتفعنا قد ايه؟ ارتفعنا تقريبا 14 سنتيمتر بالشكل ده كده. اللي بيشتغل معايا نفس قياس المواليد ارتفعت لحد 14 سنتيمتر، وهنبتدي بقى نشكل الرجل. انا هنا كده في المرحلة دي طبعا احنا بدأنا القمر ده على عدد زوجي، وبالتالي العدد اللي هنا لازم يكون زوجي. فهبتدي ان انا اعد الغرز بتاعتي كويس واقسمها بالمناصفة بالشكل ده كده، واعلم الغرزة اللي في النص ورا وقدام، يعني احط ماركر او علامة على الغرزة والغرزة المقابلة ليها ورا وقدام بالشكل ده كده تمام.
واعد عدد الغرز بتاعتي على الاتجاهين، لازم يكونوا يعني متساويين علشان يطلع التطبيق مظبوط معايا. بعد ما بنتأكد انه العدد في الاتجاهين متساوي بالشكل ده كده، ببتدي بقى من مكان ما احنا موجودين هنا كده على نهاية الدور اننا نشتغل بشكل منفصل. هنشتغل الاول على الدايرة دي كده، ثم هنشتغل على الدايرة التانية. بنشتغل لحد طول البنطلون وبرضو من نفس الغرزة، فبنرتفع على البداية بسلسلتين هعتبرهم اول غرزة، ومن تاني غرزة على طول هبتدي اشتغل بشكل طبيعي، بشتغل غرزة نص عمود واحدة فوق كل غرزة بتقابلني، ثلاث حلقات وبطلع منها، وهكرر كده داير ما يدور الدايرة الصغيرة اللي اصبحت عندي، يعني انا هوصل لحد الماركر. شايفين انا كده اشتغلت غرزة فوق كل غرزة، وصلت لغرزة اللي ماسكها المارك. هشتغل جوه الغرزة دي نفسها من غير ما اشيل المارك، نفس غرزة المارك اهي هشتغل فيها اخر غرزة، بس مش هكمل على الدور ده كده، لا هنقل على الدور الخلفي، وبالتالي هلف الخيط على الإبرة نفس الغرزة اللي ماسكها الماركر في الاتجاه التاني، هشتغل بيها من على الوش، يعني هلف الخيط كده، ما اشتغلش من جوه، لا بشتغل من بره كده، من بره القطعة، وهروح على نفس الغرزة اللي ماسكها الماركر، يعتبر الغرزة المقابلة على الاتجاه التاني بالشكل ده كده، وهاخد النص عمود بتاعي. شايفين اصبح انا قفلت الدايرة ديت كده، واصبح ان انا هلف في الدايرة ديت لحد طول الرجل اللي انا عايزاها للبنطلون، وهي كل اللي انا هعمله غرزة واحدة فوق كل غرزة، فبالشكل ده كده لحد ما اوصل لسلسلتين الارتفاع اللي ارتفعتهم على البداية. شايفين كده لفيت داير ما يدور واشتغلت اخر غرزة، وعلى سلسلتين الارتفاع اللي ارتفعتهم هقفل غرزة منزلقة وانهي الراوند والدور. وهنعمل ايه؟ هنلف فوق الدايرة دي، اصبح عندي غرز منتظمة حتى اسفل الحجر هنا اغلق كده بغرزة، وهعملها معاملة الدور العادي. فانا هنا كده كل مرة باجي على البداية ارتفع سلسلتين بيحلوا محل اول غرزة، ثم من تاني غرزة على طول وعلى حلقتين الغرزة بشكل سليم، وهسحب نص عمود فوق كل غرزة بتقابلني، ولحد اما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية. كل مرة باجي على نهاية الدور بقفل منزلقة في سلسلتين الارتفاع اللي برتفعهم، وارتفع سلسلتين كمان والف بالدور مرة تانية. زي ما احنا شايفين كده هفضل ارتفع في الاتجاه ده كده، شايفين على الجزء ده كده داير ما يدور بالسطور، وانزل بطول الرجل المناسبة على القياس اللي انا بشتغله. انا كده ارتفعت على رجل البنطلون لحد الطول اللي انا حباه قبل ما اشتغل الاسورة. هنشتغل دور كمان بس نعمل فيه تناقص علشان الاسورة او يعني الكوت يضيق معانا شوية. وهنا كده بعد ما بنوصل على الطول اللي احنا محتاجينه احنا على نهاية الدور بشكل طبيعي، هنرتفع على البداية بعد المنطلقة اللي قفلنا بيها كده بتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده، ثم هلف الخيط على الإبرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور، هشتغل غرزة عمود بلفة، العمود اللي هو ثلاث حلقات وبشتغله حلقتين فحلقتين، تمام. وبعد كده هلف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور، هشتغل عمود بلفة نفس العمود كده، أبقى اشتغلت ثلاث غرز من بداية الدور بالشكل ده كده. هنا كده هعمل ايه؟ هعمل تناقص على رابع وخامس غرزة، هلف الخيط وعلى الغرزة الرابعة هدخل اشتغل العمود بتاعي معايا ثلاث حلقات، هسحب منه حلقتين وبس. بعد كده هلف الخيط على الإبرة، بحتفظ بالحلقتين على الإبرة اهم، وهلف الخيط واخد رقم خمسة الغرزة اللي بعد كده، هسحب الخيط وبرده هشتغل من العمود ده حلقتين وبس. لما بشتغل أربعة وخمسة بالطريقة دي كده هسحب الثلاث حلقات على حلقة واحدة. أنا كده جمعت الغرزة رقم أربعة وخمسة، وعلى مدار الدور كله هنشتغل بنفس الطريقة، بنشتغل ثلاثة فرزي الرابعة والخمسة بالتناقص. فهكرر مرة تانية، الغرزة اللي جاية وعليها الدور هنشتغل غرزة عمود كده واحد، اللي بعدها بنشتغل عمود كده اتنين، واللي بعدها بنشتغل عمود كده ثلاثة، وعلى الرابعة والخمسة بالتناقص. فهلف الخيط واخد رقم أربعة واسحب العمود، بسحب حلقتين وبس، حلقتين الباقيين معايا بلف الخيط واخد رقم خمسة وبرده بسحب حلقتين وبس. لما بشتغل أربعة وخمسة كده بسحب الثلاث حلقات على حلقة واحدة،
وهكرر كده بنفس الطريقة 3 فردي الرابعة والخامسة تناقص لحد ما اوصل للبداية بتاعتي مرة تانية. شايفين معايا لفيت بنفس التناقص كده؟ انا هنا على النهاية بعد اخر غرزة هقفل غرزة منزلقة على سلاسل الارتفاع في السلسلة التالتة كده وهقفل الدور، وبعد كده هنبتدي نرتفع من غرزة البليسيه اللي احنا اشتغلناها على بداية القمر اللي هي بريد امامي وخلفي. فهنعمل ايه؟ نفس الغرزة اللي قفلنا فيها منزلقة، تمام، نفس الارتفاع، هننزل بشكل البريد الامامي بالشكل ده كده من تحت الغرزة، هسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو سلسلتين وهعتبر الارتفاع ده اول بريد امامي. بعد كده بريد خلفي، بلف الخيط وبدخل من وراء الغرزة بالشكل ده كده او من ورا السطر، بسحب الغرزة للداخل وبسحب واشتغل العمود بتاعي طبيعي حلقتين فحلقتين، وهكرر على مدار الدور كله نفس غرزة البليسيه اللي اشتغلناها مع بعض. واحدة بناخدها بريد امامي بالشكل ده كده، واللي بعدها بريد خلفي، وهلف بالدور كله ولحد النهاية. لفينا بغرزة البليسيه بالشكل ده كده، وبنفس تكرار هو هو الدور هرتفع، باجي اقفل في سلاسل الارتفاع اللي في البداية في السلسلة الاخيرة كده منزلقة، وارجع الف بالدور مرة تانية على نفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل كده على القمر. نفس الغرزة اللي بنقفل فيها منزلقة، بننزل بشكل البريد الامامي واسحب واشتغل غرزة حشو سلسلتين، وبكده ابقى ارتفعت اول بريد امامي، والغرزة الخلفية باخدها خلفي والامامي باخدها امامي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، انا الغرزة الخلفية هاخدها بريد خلفي والغرزة الامامية هاخدها بريد امامي، والف بالدور مرة تانية بالتكرار ومن غير ما اغير اي حاجة. احنا كده على النهاية، وانا هكتفي بالدورين دول من غرزة البليسيه. طبعا انا بشتغل اصغر مقاس والقياس الكود ده بالنسبة لي مناسب، لكن لو بتشتغلي مقاسات اكبر حابة تعرضي تقدري ترتفعي وتقرري من نفس الدور كده للعرض اللي تحبيه. انا هنا كده في النهاية وهقفل منزلقة بشكل طبيعي على سلاسل الارتفاع كالعادة، وهنا كده هاخد سلسلة تأمين، هرفع الخيط وهقص. طبعا احنا كده خلصنا الرجل في الاتجاه ده كده، وبنفس الطريقة بالظبط هنبتدي ان احنا نوصل الخيط ونلف في الاتجاه التاني. فهنيجي من تحت الحجر بالشكل ده كده على نفس الغرزة اللي ماسكاها المارك هي هي، وهدخل مرة تانية واوصل الخيط من جديد اللي انا فصلته على الاتجاه التاني كده، تمام، بحلقة بداية جديدة بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي ان انا ابني السطور زي ما بنيتها في الاتجاه ده بنفس الطريقة، برتفع سلسلتين وبلف الخيط، وعلى كل غرزة بتقابلنا بنشتغل نص عمود ثلاث حلقات وبطلع منها نفس الغرزة اللي عملنا منها البنطلون كله، تمام. وهستمر بنفس الطريقة كده بشتغل لحد اما بوصل للغرزة اللي ماسكاها المارك في الاتجاه المقابل او العكس، تمام، وهقفل الدور يعني بلف بالشكل ده كده واشتغل في نفس الغرزة الخلفية هي هي اللي فيها المارك، وبعد كده بقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع اللي هنا اللي انا لسه مرتفعاها، وبكده نبقى في دايرة مغلقة. هنا هنفضل نلف وندور بنفس عدد السطور طبعا اللي بنيناها في الاتجاه التاني وهنرتفع. بعد كده بنشتغل الكود بنفس الطريقة ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. شايفين ارتفعت في الاتجاه التاني بنفس الطريقة، وبكده نبقى كونا الرجولة على الاتجاهين. وطبعا الماركر ده خلاص مش هنبقى محتاجينه، هنشيله من النص كده، تمام. وفي المرحلة دي اي زوائد خيط موجودة معايا بلضمها على ابرة التنظيف بالشكل ده كده وعلى خلفية القطعة من الداخل. هبتدي ان انا يعني بسراجة عادية بدخل زيادة الخيط ديت جوه الغرز بالشكل ده كده، لما بتخش معايا تحت بعض الغرز الزيادة بتخلص منها وبقصها. وبكده يبقى انتهى تطبيق النهاردة. زي ما احنا شايفين قد ايه من التطبيقات السهلة والبسيطة. وما تنسيش على الحلقات الجاية تشوفي باقي اجزاء الطقم. اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم، وياريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناة كولكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.